يا كروم جاهز نطلع نتسحر؟ كلنا جاهزين. لا بقى اوريكم منظر فوق يا سحر 100 100. الجمال في الاوضه معانا كمان. لا كل حاجه ده ما انا قلت لك تعالى نروح الاقصر واسوان، انت قلتي لا. ان شاء الله بعد ما اولد. بعد ما تولدي هتشيلي ولا هترضعي؟ بقى اقول لكم بقى على المفاجاه اللي كنتوا موعدكم بيها بين الاهرامات كده وعموك ابو الهول عشان تبقى المفاجاه ايه. ايوه ما رحناش على فكره الاهرامات دي من وانجي كانت لسه من وهي لسه صغيره وايناس كانت 40 يوم. اللي متابعنا على الفيسبوك هو اللي شاف الصور والحاجات دي من زمان. طب خبطي عليهم يلا. يلا لا مش نايمين لسه، متصل عليهم قالوا صحيين. صحيين يلا يا لومة يلا هاتي مفاتيح معايا. مفاتيح اوعي تنسي احلام المفاتيح عندكم. يلا بينا هتتسحر. زبادي زبادي ولا هتتسحر ايه؟ سحر محشي محشي محشي. الواد على طول بيزن محمد. يلا يا ارو يلا يا ناس. بتسوميش يا ارو؟ ما بتسوميش يا ارو. ماشي يا ارو يلا اسانسير اهو احنا قادرين نطلع. يلا هو كده كده اصلا مش هياخدنا كلنا. هتطلع مع ماما ولا هتطلع معايا؟ يا بيال ايتي هتطلعي معانا؟ ايتي دي على طول بتعاد. انت بتسنني؟ شكلك بتسنني. جو هنا ايه؟ جو هنا تاني مره اجي فيها اشوف فيها مش هيبان بقى اكتر غير بالنهار. مش عارف بقى كده باين ليكوا ولا مش باين. بصوا الجو. خش 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 يلا المطعم اهو. السحور هينزل لكم دلوقتي. ترابيزات مخصوص. ترابيزات مخصوص. ايه يا ايتي؟ انت هتتسحري معانا؟ ماشي. وانت يا اكرم؟ ماشي. خش يلا الصغيرين يخشوا جوه يلا ووسعوا لبعض. ايه يا بنتي يا بنتي يا بنتي بطلي صداع. بطلي صداع. هو احنا في حد ناقص؟ لا انت بس في حد ناقص لسه. لا في حد ناقص. يعني انت مش عارفه مين اللي ناقص؟ لا انت مش عارفه مين اللي ناقص؟ ايوه ناقص. مين اللي مش عارف مين اللي ناقص؟ مين اللي ناقص يا اكرم؟ نايس تقول تشجيع من النار يا اكرم. انا بلفت نايس تشجيع من النار. عرفتي بقى مين الرئيس؟ انا عرفته. لا بيعرف حبيبي. تسلم ايدك ما تحرمش منك يا رب. سحور خفيف كده عشان الدايت. مش تقولي طعميه وفول واكل. انا عارف ان مش ميعادكم بس انا حبيب قلبي ما تحرمش منك. حبيبي تسلم ايدك. ماشي تسلم ايدك يا احلام. ايه مفاجأة ايه؟ مش لما نتسحر؟ لا اقول الاول. ماشي بصوا يا جدعان بصوا يا جدعان صلوا على النبي. بما ان في نونه جديده وفي شغل كتير فاحنا قررنا ان احنا ان شاء الله بعون الله نجيب واحدة تخدم سحر فترة الحمل كلها. موافقة ولا مش موافقة؟ لا مش موافقة طبعا. ليه؟ لا وانا اخدم نفسي. لا هنريحك. انت بتعملي ايه؟ انت بتاكلي زبادي ازاي؟ انت يا بيت انت بتاكل بالمعلقة حبيبي. احلى حاجة ان انت جايب عيش بلدي. في فول ولا مفيش فول؟ في فول. تسلم حبيبي. الراجل اللي عامل معاكم واجب وزياده اهو. فول وطعميه ومش مخلي يعني بجد. الراجل ده بصوا عايز تشجيع من النار صح يا اكرم؟ نديله واحده ايه؟ تشجيع من النار. تشجيع من النار. تشجيع من النار. شفت انت التشجيع دي؟ التشجيع دي جامده مش بتاعتش اي حد. تسلم ايدك يا باشا حبيبي. تسلم ايدك. ايه رايكم بقى في السحور الجميل ده؟ حلو يا احلام؟ ايه رايك؟ العيش اهو البلدي، طماطم، طعميه وفول وبتنجان ومسقعه وبابا غنوج، ترمشلتت وعسل وجبنه قديمه. لا لا ابدا انت بتعد. عادي عادي عادي. ايه رايكم؟ سحور حلو اهو. كان ناقص حاجه واحده. ايه؟ فين الجبنه القديمه اصلا؟ هو فين الفطير؟ يعني انت علقت على الجبنه القديمه بس؟ علقت على الجبنه القديمه بس، طب فين الفطير؟ فين العسل؟ ايه يا ناس؟ انت هتصومي ولا مش هتصومي؟ ماشي. المفاجأة بتاعت بكرة اللي أنا وعدتكم بيها. إن شاء الله قررنا بإذن الله إن بكرة هوديكم الأهرامات بالنهار. وهركبكم حناطير. وكمان بس كل ده بسرعة عشان خاطر إيه؟ إحنا هنبقى صايمين والجو هيبقى حر. اتفقنا؟
والحاجة التانية هنجيب لبس تاني بكرة. اشمعنى دي اللي سقفتوا فيها جامد؟ اشمعنى دي؟ وانت بتحب اقول لبس كده؟ صباح الفل عليكم. بصوا بقى اوريكم المنظر اللي هنا بقى، الروعة، روعة الروعة، مصر وجمالها يا جماعة. والله اللي ما يجي مصر فاتوا حاجات كتير. في الاهرامات عاملة ازاي؟ متعة متعة. عايزين بقى ننزل، الولاد بقى لسه نايمين فمش عارفين بقى انزل اصحيهم ولا اسيبهم نايمين. جو الصيام والموضوع بيبقى صعب، فيا رب يرجعوا في غلب. المنظر عامل ازاي؟ المنظر خرافة، منظر روعة. المنظر من هنا بجد احنا الفراعنة. بصوا ابو الهول فين؟ حاول ازوم لكم عليه. بصوا يعني المنظر ما اقولكوش بقى. مصر وجمالها يا جماعة، مصر، مصر الحضارة، مصر الحضارة. الله على الجمال، خوف وخفرع ومنقرع. هنزل بقى اشوف الولاد لو صاحيين نكمل بقى اليوم في الاهرامات، مش صاحيين يبقى كده دفدت انا من الحر. احنا الساعة دلوقتي 8:30 كده، 9:15، بس في ناس في الهرم جوه. هنشوف نظبط الدنيا بقى ونشوف الدنيا هتمشي ازاي معانا النهاردة. نكمل اليوم مع بعض. اللي ما جاش مصر فاتوا كتير، والله اللي ما جاش مصر فاتوا كتير فعلا. صباحكم زي العسل. لو ما صحيوش بقى يبقى انا كده عندنا لعب زياده. يا رب يبقى يسوى، يا رب. واحد صايم هيمرمطوني. بسم الله. كل منظر من فوق، حطوا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس. صحيين ولا نايمين؟ صحيين؟ نايمين؟ ماشيين؟ شوفوا الجزء التاني. اكرم، اكرومه، أكرم أكرم هتركب الحصان؟ بص أنا بصورك، هتركب الحصان؟ ها؟ أكرم بقى أنت على الآخر. المنظر من فوق تحفة تحفة تحفة. أيدي 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 مش هتصحيها؟ سيبها قلت بيها عند الحكومة تصحيها. هتشيليها ريما؟ اه. طب يلا. رجعت في كلامك يعني؟ نعم يلا. يلا. كان اسمه كان هوا لو كان يتساء، زي ما كان مولود سواء، في المزيكا تلاقينا دقنا احنا احسن ناس. ده نبيع الهوا لو كان يتباع، زي ما كان مولود بياع، مجاريك وتوزيع وتباع، احنا احسن ناس. احسن ناس. الله يا
جماعه الرجاله دي على طول شقيانه والله، نسوق العربيات ونفتح الباب لينا ونعمل كل حاجه. عايزينك تطلعهم اوض النوم بالعربيه، ما انتوا كده كده هتنزلوا، فرقت من جوه من بره يعني؟ امرنا لله، لازم الراجل يستحمل. هدخلكوا جوه في الفيلا من جوه؟ والله ادخلنا جوه. والله ادخلهم يعني لو عايزين الناس تكتب في التعليقات دخلهم يعني. ما انتوا كده كده هتنزلوا، فرقتش بره او جوه. لا اله الا الله محمد رسول الله. بدل ما انا افتح الباب وانزل واشد فرامل اليد و... انت الكبير، انت بقى دافين قوي ما بقاش عارف مفاتيح. انت عايز المفاتيح ليه؟ ما مفاتيح خلاص اخش بقى جوه. خشي لله الامر من قبل ومن بعد. الرجاله على طول شقيانه، مشغل لهم ورده. انا اجرحك انا؟ ماشي يلا هعمل لهم الاكل كمان النهارده. شفتوا في ده العطر بكده؟ انا اللي هعمل لهم الاكل، والله هعمل لهم اكله جامده النهارده. افتحي لي الباب، بتساعديني انت كده كده، انت عملتي معايا واجب. مش انا بعمل معاك. الله ينور. يلا اعمل لهم انا الاكل. نرجع تاني للخلف دور، للخلف دور. بيدخلوا يسيبوني انا اجيب الشنط من ايه؟ اجيب لكم الشنط كمان، ده اللي ناقص، اجيب لكم الشنط. في حاجه ورا؟ يلا يا اكرم شيل، شيل يا كرومي يا عسل. يلا سيبي بس حاجه، حاجه بيلا بس. لا ما تشيليش يا ناس معاهم، اوعي تشيلي معاهم. اجيب لكم كمان دي في دي لو عايزين. اجيب لك دي في دي اكرم؟ تعالى اوريكم ايه انا بعمل ايه. دي طبعا ايه الزيت بتاعنا. نجيب بقى الكفته بتاعتنا الجميله. انا بقى النهارده ان شاء الله هناكلهم ايه اكله جامده بقى كده من ايدي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الكفته دي لو مش الدنيا صيام كان الواحد ايه بستناها تطلع من الطاسه عشان خاطر اكل منها وهي ايه متحمره كده. مين بقى بيحب ياكل كفته محمره كده؟ كنا زمان في رمضان الله اكبر والدتي كانت بتعمل كميات كبيره طبعا عشان العيد. اول يوم العيد كنا بنفطر الكفته دي، فكنا ايه بقى تقول لك انا اعملها وانتوا صايمين عشان ما حدش يخلصها ايه وهي متحمره. فاحنا بقى كنا نستنى ونشوفها مخبيها فين وبعد الفطار نروح نسرق منها. كنا بقى نعبي جيوبنا ونعبي ايدينا وناكل ونخبي لحد ما ايه ما نشبع ونعين كمان. مين يا اولاد اللي جالي الكفته؟ محدش فينا كان بيقول بقى بتبقى عارفه، بس احنا بنحبها واكيد كلنا عملنا الحركه دي يعني. اسيب بقى الكفته بتاعتي تتقلي كده، ايد على الدهن. ده دهن يا جماعه من السمنه عشان خاطر ايه هننزل بقى الصلصه بتاع التوم بتاعنا نحمره، وننزل التسبيكه بتاعت الدمعه. الدمعه دي احنا اللي هي ايه الطماطم، صلصه الطماطم. وده طبعا الحمام بتاعنا. ما حطيته فين الحمام بتاعنا؟ اهو سايبه يتنقع هنا. ودي صلصتنا اهي، بس نخليها ايه دلوقتي لحد ما ايه نحمر الكفته. بس الايام اللي جايه دي هيبقى فيها مفاجآت كتير، وبالله عليكم اكنوها سحر بالمفاجأة اللي انا قلت لها عليها. مش عارف هي ليه مش مقتنعة بيها ومش موافقة، فانتوا اكتبوا لها في التعليقات ان الموضوع عادي يا سحر وبسيط يا سحر، بس ايه مش موضوع غيرة، لان الحمد لله في ثقة كبيرة بيني وبين سحر، وهي عارفة وما بعملش أي حاجة غير لما بقول لها، فهي عندها ثقة كبيرة في نفسها وفيا، فمش موضوع غيرة وبتاع إن في واحدة ممكن تيجي تخدم وبتاع والكلام ده، لا هي الفكرة نفسها إن سحر أصلا ما بتحبش تخلي حد إيه يعمل حاجة في البيت، فأنتوا حاولوا تقنعوها عشان راحتها. وبس هما بس الاربع خمس ست شهور بس بتوع الحمل، والله الموضوع هيعجبها بس انتوا اقنعوها. طبعا انا عايز اجيب معلقه بس اقلب الكفته عشان ما تتحرقش، بدات تتحمر اهي يا كفتتي الجميله. طبعا لازم الكفته ايه تبقى غطسانه بالزيت كده عشان ما تتحرقش، تاخد بس لون كده وبتاع. وهخبي منها برضه عشان اكل منها بعد الفطار. معانا على التوم سيكا عشان يتقدح، ويا رب الاكل بتاعي يعجبك، يا رب الاكل بتاعي يعجبك. بس اكيد هيعجبهم، ده انا شاطر طول عمري. وهنعمل رز بشعريه، اللحمه بتاعتنا اهي عشان نعمل شوربه لسان عصفور. اللحمه بتاعتنا الجميله ايه بدات تستوي. كله يكتب بقى في التعليقات محمود شاطر بيعرف يعمل اكل. انا قلت اريحهم كلهم النهارده واكلهم على ذوقي بقى، كانوا عايزين يخشوا معايا قلت لهم كلكم بره، كله بره يقعد بره. خرجتهم كلهم من البيت، مفيش غير انجل اللي بتصور. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الثوم دوت هن ايه هنخليه بس كده ايه يعني ياخد لون بسيط فضي. تبع الصوت اللي عندي؟ الصوت حلو. يلا الكفته هتتحرق. دلوقتي شيكا نقلب الكفته هتتحرق. مش عايزين حد يشمت فينا، لو حد شمت فينا هيجيبوا اللوم علينا. والله انا بقول شعر. يلا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان نوصل 2 مليون يا جمهوريه. احنا اهو عدينا نص رمضان بكتير، على اخر رمضان نجيب بس ايه نقفل المليون ونص. واقنعوا النبي سحر بالموضوع اللي قلت لها عليه، والله الموضوع اللي قلت لها عليه جامد هيريحها ويريحنا. ده انا نفسي فرحانه. والله نفسي. احنا مش عايزينها تعمل اكل، بس هي تشيل ايدها الشغل البيت التقيل بس. بس هي توافق. انتوا هتقنعوها في التعليقات، انا متاكد ان هي هتشوف التعليقات وهتاخد بكلامها. وانا اقنعها برضه. انا ما بعملش حاجه غصب عنها، هي لازم تبقى موافقه على كل حاجه خطوه بخطوه. كمل اكلنا بقى، طلع الكفته. استنى ما ننزل الطماطم دي. بسم الله الرحمن الرحيم. هدلون دهبي؟ قولي بسم الله الرحمن الرحيم يا انجي. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين الله. يلا استنونا بقى لما الاكل يتعمل نوريكم اكل.
كده يا جماعه الاكل بتاعي يكون خلص الحمد لله، وبيبقى تم بنجاح. هوريكم شكل الاكل دلوقتي، يهبل يهبل يهبل، وكله يكتب في التعليقات برافو عليك يا حوده. طبعا هم بره عايشين حياتهم وبيلعبوا العيال كلها مع بعض وهيسين هيصه ما بعدها هيصه. انا كرشهم النهارده كلهم بالبيت. يلا استمتعوا بقى بالجنينه وبالحاجات اللي بره. تعالوا بقى اوريكم الاكل بتاعي بعد ما خلص شكله بعمل ازاي، بقى تحفه ويستاهل 100,000 لايك. ده شكل الحمام بتاعي، شكله مغري ازاي. طبعا ما اكذبش عليكم، صح اللي عملت لي الايه الرز والخلطه بتاعته، وطبعا دي الكفته بتاعتنا الجميله. واللي عايز يعرف مقادير الكفته دي، بتبقى نص كيلو رز على نص كيلو لحمه، او كيلو لحمه يعني قد اللحمه قد الرز عشان ما تفكش. ولحمتنا الجميله والرز ابو شعريه الروعه. وكده يبقى الاكل بتاعنا كامل، وشوربه لسان عصفور على البوتاجاز اهيت في الحله، شوربه لسان العصفور بتاعتنا الجميله. وبكده يبقى انا خلصت معاكم الاكل النهارده، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. بالله عليكم حاولوا تقنعوا سحر ان هي توافق على المفاجاه. وبكده انا هقفل معاكم الفيديو دلوقتي، ونشوفكم على خير ومع السلامه، وانتظروا الجديد هيبقى شديد.